ومن ريف حلب ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز. أهلا بك إبراهيم. إذن تغلق هيئة تحرير الشام الطرقات الواصلة بين إدلب وحلب، كيف يبدو الوضع وما هي المبررات التي تقدمها الهيئة؟ نعم أحلام، حقيقة هو اليوم الرابع على هذا الإغلاق الذي بدأ بين مناطق ريف حلب الشمالي، بالتحديد منطقة عفرين التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني، ومناطق ريف حلب الغربي باتجاه ريف إدلب الشمالي، وحتى مناطق إدلب بشكل كامل التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. في البداية كان الإغلاق أمام حركة العبور للسيارات المدنية مع سماح بعبور السيارات التجارية، لكن بعد ذلك تطور الأمر في اليومين الماضيين ليصل إلى حد الإغلاق بشكل كامل بالسواتر الترابية التي أقيمت في منطقة الغزاوية الواصلة بين منطقة دارة عزة والباسوطة في منطقة عفرين، ومنطقة أيضا أطمة التي تصل بين منطقة أطمة ودير بلوط في ريف إدلب الشمالي. هذه السواتر التي أعاقت بشكل كامل حاليا أو بالأحرى أوقفت بشكل كامل حركة المرور، سواء كان أمام السيارات التجارية التي تعتبر حركة شريان للمنطقتين بالتوازي، إضافة إلى حركة المدنية للمدنيين الذين حاليا ينتظرون. طيب يعني يتم فتح هذا المعبر حقيقة، يعني بإغلاق تام لهذه المعبر، يعني الحديث عندما نتحدث عن رفع سواتر فهذا إغلاق تام. ما هو تعليق الفصائل المتواجدة في منطقة عفرين، في المنطقة المتاخمة التي تقوم بإغلاقها، أو للمنطقة التي تقوم بإغلاقها تحرير الشام؟ نعم أحلام، هنا نتحدث عن إغلاق من طرف واحد، وهو من طرف هيئة تحرير الشام التي رفعت السواتر الترابية. الهيئة تحدثت البارحة بأن الإغلاق جاء لدواعي أمنية، وأن هناك خلايا حسب الرواية الغير رسمية، لكن حسب الرواية يمكن تسميتها بالرديفة التي أطلقت لها هيئة تحرير الشام، بأن هناك خلايا من تنظيم داعش خرجت من مناطق بتسهيلات من ميليشيا أسد الطائفية، وصلت إلى حدود المنطقة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة إدلب وريف حلب الغربي حسب كما ذكرت هذه الادعاءات. لكن الطرف المقابل وهو الجيش الوطني من جهة منطقة عفرين لم يقم بإغلاق حتى الآن، الطرقات مغلقة من هذه الجهة. كانت هيئة تحرير الشام صباح اليوم قد تحدثت بأنها ستقدم تسهيلات مبدئية للمنظمات وللعاملين في الدفاع المدني ولبعض الجهات الإنسانية للعبور باتجاه هذه المنطقة، دون حديث عن المدة الزمنية التي ستستغرق هذا الإغلاق، لا سيما كما تحدثت انعكاسات كبيرة على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب المعاشي للأهالي، سواء كان على المستوى المدني وحتى على المستوى الاقتصادي. حاليا الغلاء في بعض أسعار المواد، لا سيما المحروقات التي تأتي من مناطق ريف حلب الشمالي باتجاه مناطق إدلب، بالمقابل غلاء في أسعار الخضروات واللحوم في الجانبين، لا سيما أن المنطقة ترابطت خلال العام الماضي، وحتى في ظل سيطرة ميليشيا قسد خلال الفترة الماضية على منطقة عفرين، كانت تشكل عفرين منطقة شريان اقتصادي لمناطق ريف حلب الشمالي وحتى منطقة إدلب، وكان أي إغلاق لهذا المعبر يؤثر بشكل كبير على المدنيين. ونتحدث أيضا هنا عن جانب إنساني، معظم الأهالي معظم العوائل موجودة في المنطقتين حاليا قطع بشكل كامل، وكما ذكرت لا يوجد مدة زمنية حددتها هيئة تحرير الشام لهذا الإغلاق وإلى متى سوف يستمر كما ذكرت. نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسل أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حلب.